يستعيد الاتفاق توازنه، ربما تكون هذه الكرة هي بداية استفاقة الاتفاق الآن. يحط الكرة، الله، ماذا فعلت يا معز؟ كرة مفاجئة جميلة، ركلة ركنية، المعز يسجل هدف التعادل للاتفاق. قلت لكم ان الاتفاق بدأ يستعيد التوازن شيئا فشيئا ويعود لهذه المباراة. من ركلة ركنية المعز يسجل هدف الاتفاق. كان يا مكان، كان ومكان يا شباب في قديم الزمان.